السلام عليكم خاوتي، اينما كنتم وحيث ما وجدتم، مباشره من منطقه ايزلينغتون. هذه منطقه راقيه. هنا وين كان يسكن توني بلير والى اخره. يعرفوا الناس ايزلينغتون. اليوم راح نجيبوا قهوه مجانا. هذه مدوا قهوه مجانا. اخونا حسن، يا حسن، ويا حسن حياك الله، كيف اخبارك؟ السلام عليكم خالتي. احنا رانا نوس اخونا صالح، انا في لندن، رانا في منطقه اسمها انجلو ايزلينغتون، وبالصدفه قاعدين نمشي ولقينا هذه القهوه. يعني صنع ايطالي، تقدر تعمل كل قهاوي في اللحظه مجانا، وصالح يقدر يبين لك الان القهوه. والسيده هذه عرضتنا باش نشربوا قهوه مجانا باطل. قهوه في الانجليز غاليه، بس رايحين نذوق القهوة. هذه الماشينة تعود إلى القرن 19، يعني معناها شرب القهوة ليس جديد وإنما قديم، والناس في البحر الأبيض المتوسط وإحنا في الجزائر المحلية. القهوة هذه يعني عادة معروفة. وهذه السيدة يعني الشركة فيكتوريا أردوينو، سيدة هي اللي صمت، على حساب السيدة هذه هي اللي صمت هذا الآلة، هذه اللي تعمل القهوة إكسبرسو في ثلاث مناطق. ثلاثة. يعني حتى شوف كيف تطورت بالنحاس وبالنحاس، والآن تقدر تشوف العصر الجديد. عصر الجزائر تطورت، كيف تطورت الآلة من هناك إلى هنا. فهذا المودرن وهذا التقليد، لكن أنا نحب هذا التقليد، ونتمنى لو كانت عندي إمكانيات باش نشري واحدة زي هذه. القهوة نيش حمص كما راكم تعاملوا في الجزائر للأسف. تغشوا الناس. هذه قهوة صحيحة 100%، ورائحتها يعني طيبة. وراح نذوقوا ونشوفوا ونعطيكم علم على القهوة. وتحية الجزائر. تحياتي يا خوتي. هذا أخونا حسن زيتوني، معروف صحفي مخضرم ما شاء الله، معروف هنايا تقريبا عنده 40 سنة. المهم درت سكر حسن وما درتش؟ ما درتش. خفيفة. صحتك. قهوة. ايزلينغتون سكوير. هذه ايزلينغتون. الله يبارك فيها. ان شاء الله يا خويا عزوز، ان شاء الله نجيكم لفنلندا. ها ان شاء الله نجيك خويا وصاحبكم، وقال لك نروح عندنا لفنلندا ان شاء الله. ان شاء الله خويا حسن. لازم هلسنكي يا اخونا حسن، روحوا له. عندي ذكريات هناك هكذا. ايام زمان. ايام زمان. ها يا خويا حسن، ثانك يو فيري ماتش، ثانكس ا لوت، باي باي، ثانكس ا لوت. نمشيو اخويا حسن، قهوه مجانا. How much is it? How much cost? 10. واو. سعر الآلة 10,000 جنيه. وعليكم السلام ورحمة الله اخويا اخت رقية. وعليكم السلام ورحمة الله. ياس رقية حياك الله. 10,000 باوند الماشينة. 10,000 باوند. يعني 16,000 دولار. هكذا. صحتك خويا حسن. شارع ما شاء الله هنا الأعياء طلع حس أخويا. ثقافة إنجليز. هاربين. خوتنا بارك الله فيكم، ونشكر خوتنا اللي راهم معنا، راهم يتابعوا فينا من كل بقاع العالم. تحياتي لأخواتنا في أستراليا، في ماليزيا، في اليابان، في سنغافورة، وفي النمسا، وجميع الدول الأوروبية، و 48 ولاية. في سطيف. في سطيف العالي. وين سطيف أخويا؟ وين حسن؟ عاصمة العالم. والله يعني شرف نلقاك خويا حسن، انت الله عميد الصحفيين. الحمد لله. والله نورمال خويا حسن. يعني ما هي احلى لحظات في عالم الصحافه واتعسها كما يقولوا. مشوار طويل، انا قاعد نكتب في الكتاب، لما نخلصه تقدر تعرف المحطات الجميله والمحطات السيئه. فان شاء الله ننجز الكتاب إن شاء الله مع نهايه العام هذا، والناس تقدر، لكن يقدروا يطلعوا على الكتاب تاعي بالانجليزيه. Believe me, I was there as an Arab TV correspondent. It's published in English and you can find it online and buy it. It's called Believe Me, I Was There. حسن زيتوني. صدقوني. HACENE. بارك الله فيك. متى يخرج الكتاب هذا اخويا حسن؟ لا تاع الانجليزي خرج خلاص. خلاص. عام وواش. يتباع يبيعوا فيه؟ لك او يتباع، والعربيه مازال راني نكتب فيها.
مفروض ليس فخرا لكن والله نفتخر بامثال هذا الصحفيين. المفروض راهم في الجزائر هم اللي يمشوا الاعلام في الجزائر، وحجم مساحه الجزائر راهو عندنا قنوات هي يدوا منها الاخبار. يا اخي حسن، ما رايك في هذا الامر هذا؟ والله نتمنوا النجاح ان شاء الله. كل مشوار 1000 متر يبدا بخطوه واحده، واحنا في الطريق، وان شاء الله ينجح الاعلام في الجزائر وتصبح الجزائر دوله حره مستقله 100% في قرارها، ويكون الاعلام حر ونزيه، والاعلام اللي يخدم ويثقف ويدرس ويعلم، ليس الاعلام اللي يهدم ويحطم، لانه اسهل شيء هو تحطم، لكن اصعب شيء هو انك تبني. راك تشوف الشوارع هنا في لندن خويا تمشي براحه تامه، واحد ما يقلقك واحد ما يسرسيك. نتكلم على حضاره عريقه وشعب وتاريخ ودوله قائمه على اسس، لهنا ما تخافش، لانه فيه دولة، فيه قانون، فيه نظام، فما يضيع حق الإنسان. أنت عارف إن هنا أكثر من 200 جنسية عايشين في البلد هذا، فأنت تتجول في شارع مثل هذا، كل المطاعم والأذواق الموجودة تاع المطاعم في العالم موجودة متوفرة لك، وش تحب موجود. هذا يدل على رفاه ورقي هذا المجتمع، والانفتاح والثقافة والتجارة، وهذه فهما انطلقوا من مبدأ دعه يعمل دعه يمر، ونجحوا في هذا الشيء هذا. فالعالم كله يجي لهم اللي هنا، كانوا الانجليزي يروحوا للعالم، الان العالم يجي لهم، وهذا هو الفرق. تمنينا لو كان الجزائر تفتح ابوابها لابنائها ولغيرها، حتى تكون بلد يشتغل 24 ساعة، دولة تمشي 24 ساعة، ما تعتمدش على قطرة الغاز قطرة النفط كون يحبس نغرقه في باخرة. الجزائر عندها مؤهلات بشرية وإمكانيات اللي قادرة تعمل كل شيء وترجع دولة من أجمل دول العالم، لكن للأسف الشديد التسيير هو الناقص، وربي يستر. آمين. فحسن، في بعض الشوارع هنا في بريطانيا مثال الأحياء البنغالية تشاينا تاون، حتى الشوارع مكتوبة باللغة البنغالية في مثل وايت شابل والإنجليزية، وكذلك تشاينا تاون بالصينية والإنجليزية. يعني هذا يعني جميل. اللغة هي وسيلة تواصل فقط، تقدر تتكلم العربية، تتكلم فرنسية، تتكلم، لكن الإنجليز محافظين على هويتهم ولكن منفتحين على الغير. وإحنا نقدر نحافظ على هويتنا العربية الإسلامية، لكن نكون منفتحين على بقية ثقافات ولغات العالم. ما كانش اللي يمنع، يعني حتى ديننا يحثنا على أنه نطلب العلم ولو في الصين، نطلب العلم من المهد إلى اللحد. كل ما تتعلم في الدنيا طول حياتك وانت لازم تتعلم، ما تقولش انا كبرت ولا. فياريت لو ننظر فقط لهذه الاشياء البسيطة وناخذ عبر منها. الانجليز اهمهم الوحيد هو انه يستفيدوا ماديا واقتصاديا، والحركة التجارية تمشي. فمنفتحين على العربي، الانجليزي، الهندي، الفرنسي، الاوروبي، كله يجي لهنا ما عندهمش مشكل معنا. المهم انك تحترم قوانين البلد وتمشي في الطريق الصحيح، الأبواب كلها مفتوحة أمامك، وهذا هو سر نجاح الديمقراطيات الحقيقية خاصة بريطانيا. بارك الله فيك. بالمناسبة أخونا الصادق أمين قالك بارك الله فيك بصحتكم، واحد قال لك وش رايك في الهوليغان تاع مرساي؟ يا اخي هذوك مجموعة، هذوك معروف، هذوك الهوليغان خلطوا فيهم تاعنا وتخلطت، ما ناس عارف شكون اللي خلطها كاع. وراك قال حسن خويا الهوليغان كارثة. خاوتنا ربي يحفظكم صادق امين، كل خويا متابعين راهم يتبعوا فينا، نحييكم خاوتي وربي يحفظكم. خاوة القهوة مليحة خويا حسن، ها؟ ربي مع الوقت تاعها والله جات في. المهم ها شوف هذه محطة بنزين، ضربنا الكباب التركي، لينا كباب تركي من اروع ما يكون، قهوة مجانا والحمد لله. رانا نمشوا مجانا، كون خويا حسن رانا نمشوا في إزلينغتون، نستناوك كش ما نلقاو حاجة في الطريق هكذا مجانا. والله نروحوا نسرقوا بونكا. لا 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 لا، هاي البونكا، هاي البوستة وين بدوها حسن؟ بوست اوفيس. لا لا خويا ماكش تعسرق خويا حسن. لا كنت كيف نروح البونكا. يا خويا حسن هم يشوفوك الناس يقولوا كيف حسن. والله هذه في خويا بالحارث، هذه بلدية إزلينغتون، هذه كما نقولوا شمال لندن هكذا. يعني معروفه هنايا، معروف فيها اسمه جيرمي كوربين، بوريس جونسون يسكن في الجهه الاخرى، توني بلير، يعني معروفه. فهذا الشارع يعني عريق،
ابر ستريت هذا فيها مقاهي ومطاعم وفهمت هذه بلديه ازليكتون الامريكي كما احنا نقولوا. واش راك تشوف اخويا حسن؟ بيتزا بيتزا اي مهم هذه البلديه تاعهم سوري ثانك يو. شوف حسن خويا الراسكالا شوف شوف عاودوا شوف هنا داير الماء الفوق شوف دايرين اشياء يعني يعاودوا يديروا الراسكالا. هذه بلديه ازليكتون هاي البلديه كما نقولوا الاميري هنا يعقدوا عقد زواج ويسجلوا المهم دور البلديه هنا مش كما في بلادنا تلقى الغاشي ولا كلش بالمواعيد حوس على نقمه على نقمه ما يجوش انا النقابي تخرج النقمه مره في الانجليز تخرجها مره في حياتك يعطيوك واحده وخلاص تبقى فاليد تبقى مدى الحياه يقول له هذه جيب لي نقمه نقمه وبدخل تقرا ايه يسمى وقت القرايه لازم شحال شحال لازم له نقمه روح روح مني يا حسن نقطعوا مني يعطيوك واحده في 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 الحياة تاعك واذا ضاعت لك لازم تعمل انترنت وتنزلها عادي لك عليها 36 باوند اللي هي اكثر من تقريبا 50 دولار لازم تسلك على النقمه اذا ضيعت الاولى اللي يعطيوك هي مدى الحياه هاي ازليكتون تاون هول هذه ازليكتون تاون هول معروفه يعني معروفه هنا يديروا العقد ويديروا عقد زواج وفهمت المهم ها مسهلين الامور ها بلديه تخدم المواطن ها وليس عكس ذلك وليس العكس هكذا قوم بزاف اخويا اوروبي اللي شوف حسن شوف بريكزيت تكتب الاعلام الاوروبي عادي خويا عادي قريبين حيوان قريبين حيوان اه يوم ديجا بداو قال لك الباسبور لازم نحيو الكوفرتير الحمراء شوف اخويا مجان ريح وين حبيت شوف كلاس شوف شوف اخويا حسن خادمين بلادهم ها قول اخويا حسن شوف الباص طوب ها في كل منطقة كاين حديقة مساحة خضراء في كل مكان المهم خوتي تهلاو بعضاكم وتحياتي لجميع المشاهدين ربي يعينكم او حسن هنا او قال لك وراه حسن الاخ صادق امين اهلا صادق صادق التعليق او يشوف ديك واش راك لاباس ندور انا الصراحه وين راك قولوا الحوسو راني كونجي تقعد تخدم على راحتك اي تخدم ربي يعاونك ربي يعاون كل واحد المهم خوتنا ان شاء الله تهلاو بعضكم والله غالب راح نمشي شويه ان شاء الله تواصلوا لاحقا وتحياتي للجميع السلام عليكم ربي يحفظكم خوتي.